الرعم، ممكن حضرتك تكلمنا عن عمليات تجميل الأنف في الحالات المرتجعة؟ تمام، احنا بيقابلنا دايما مشكلة ان ساعات حد يعمل عملية تجميل الأنف ويروح لحد مش متخصص، فينتهي الموضوع بتشوه او تكسير في الأنف عامة. فقابلنا حالات كتير للأسف شديد بيجينا فيه تكسير في العظم الخارجية او تكسير في غضاريف الأنف او تكسر في الحاجز الأنفي، تشوه وتليفات، فطبعا العين للأسف شديد مبقاش قادر يعيش حياته. طيب انا عايز اعيد بناء الانف دي من اول وجديد، وازاي ارجع المناخير بشكلها الطبيعي؟ هو طبعا تاسك صعب قوي، وعشان نحققه ونوصل بالعين لدرجات كويسه مرضيه لي، لان معظم العين دول لو ركزنا فيهم ما مش قادر يعيش حياته، بيسيب شغله وبتسيب جامعتها، ايه اللي بنعمله؟ فمن ضمن الحاجات ان انا محتاج فيها غضاريف كتير، ان انا باخد من هنا كوستال كارتليج او غضروف من القفص الصدري. العمليه بسيطه جدا، بتاخد حوالي 3 ساعات. بناخد جزء او جرافت من القفص الصدري طوله حوالي 4 سم، والبتيل ده مسته ايه؟ بيبقى سمكه حوالي 4 يعني طوله 4 سم، سمكه حوالي 2 سم ونص، وبنقدر نقطعه زي الشرايح، ومن الشرايح دي ابتدي ابني الانف من جديد. يعني هاجي على الحاجز الانفي اللي فيه نقص او ديفكت هقفله، هاجي على الانف الخارجي اللي واقعه او مش واقفه مكانها، او العظام اللي فيها نقص جامد شديد، اقدر ابني بيها تاني الانف كامله من اولها لاخرها. فبتدي نتائج مرضيه للعينين الحمد لله. وفي نفس الوقت لما بناخد الغضروف من هنا بنقفله بجراحة تجميلية بسيطة جدا، ما بتسيبش أي أثر تقريبا، ولكن نقدر نعيد الحياة للعيان. لأن احنا العين فعلا بعد العمليات اللي هي بتدمر المناخير شوية، لما نيجي نرجع الشكل الجميل للمناخير، احنا مش بنرجع له شكل جميلي بس، لا احنا كمان بنحسن الوظيفة. لأن معظم العين دول بيبقى عندهم انسداد في الأنف، فنقص في الأكسجين، مش قادر يعيش حياته، فهو لا هو يعني جماليا مستريح، ولا هو حتى عارف ينام كويس او يصحى كويس او يمارس حياته ايه طبيعي يعني. شكرا جدا لحضرتك.